أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. نظمت سفارة جمهورية كوريا في مملكة البحرين النسخة الخامسة من منتدى الأعمال البحريني الكوري بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة البحرين وجمعية الصداقة البحرينية الكورية في مملكة البحرين. وقد حضر المنتدى أكثر من 100 مشارك من أصحاب الأعمال من مختلف المجالات من القطاعين العام والخاص. وخلال المنتدى أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن منتدى الأعمال البحريني الكوري في نسخته الخامسة يأتي بمثابة منصة فريدة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار الثنائية بين مملكة البحرين وكوريا الجنوبية لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما. من جانبه أوضح سعادة السفير الكوري السيد هون سان كو أهمية إقامة منتدى الأعمال الكوري البحريني، وقال أن هناك 57 مشروعاً في البحرين منذ عام 2011 بالإضافة إلى 17 شركة كورية تعمل في مملكة البحرين. هذا المنتدى يأتي بمثابة مكان لاجتماع رجال الأعمال في مملكة البحرين وجمهورية كوريا معاً وبحث مجالات تعاون محتملة، بالإضافة إلى أن حجم التجارة بين البلدين تجاوز مليار دولار في العام الماضي ونحن نتطلع إلى توسيعه. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. اختتمت مؤخرا المؤسسات البحرينية التي شاركت في جناح مملكة البحرين بمعرض جايتكس العالمي 2023 اختتمت مشاركتها بنجاح، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته طوال أيام المعرض والذي تم فيه توقيع 20 اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم بين الشركات البحرينية وعدد من الجهات الإقليمية والدولية. وحظي جناح مملكة البحرين الذي يرعاه صندوق العام التمكين بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية وصادرات البحرين وبنك إلى حظي بإقبال واسع من زوار المعرض العالمي الذي أقيم في إمارة دبي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.